السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتح عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.